السلام عليكم خوتي المغاربه واخواتاتي المغاربه، انا كنقول لكم على هذا النداء كنوجهه لمحمد الثالث والسي الحموش ياخذوا لنا حقنا على هذه البنيه فاطمه الزهراء بنت خديجه اختي. خويا هاد البنيه كت هذاك نقول سميتو؟ لا ما تقولي سميتو زعمي تشيرت واخا. واحد السيد ستيني على ما اظن كما قلتي ستيني، هاد السيد كي هو كيدير المخدرات كيحرش ما كيقول لها كيحرضها كيقول لها ضربيها حرقيها جري عليها باش هو يستغلها ويخطفها. ملي جرات عليها وحرقتها كتنعس في الزنقه تشردت. ما مريضه مرض نفساني ومرض عقلي وعندها الامراض اخرين السكر الكلاوي. ملي كتشردها كيمشي هو يخطفها كي الاختطاف هو والعصابه اللي معاه الاستغلال اي حاجه الرعب التهديد. ما سمعنا كنتي قلتي كيوشم ليها كيحرقها بالنار تيكويها بزيزوار تيضربها بزيزوار بالسلاح الابيض كيوشم ليها اي حاجه جميع ما يكون وتعطيها جميع المخدرات. السيده هي باغا الدري؟ لا ما باغاش هذا الشيء، لا ما باغاش بزز بزز عليها بالتهديد والضرب. ودابا حنا بنتنا بغينا تعيش معانا ونشوفوها ونقدوها منه. بنتنا مكرفصه وعينا ما نشكيوها انت الشكايات كيخرجوا الجدارميه ما كيديروا ليه والو ما كيتشد ما والو تيبقى يقول لي ما صورتي والو ما جري طوالك كيبقى يقول لي بحال هكا باش يلعب لك على كلاب النفس ديالك شتي. وتا هي تا هي مسكينه لعب ليها على عقليتها لعب ليها على نفسيتها. الدريه ولات ما عرفتش اش غدير تقدر دير شي مشكل خايب. دابا حنا بغينا ننقذوها. دابا انت كالخاله ديالها شنو انا خالها مرضت انايا بغيتنا حقنا من هذاك السيد ناخذوا حق نقد الابن ديال بغيتها تنقد والداوى من الادمان ومن مرض نفساني والاكتئاب. قبل ما تعدل السيد كاع ما كانت كتعرف اش ديال الادمان؟ لا لا ما كتعرف والو من المدرسه للدار من المدرسه للدار. مشات عنده 5 سنين كلها عرفت اش فيها؟ عرفت في اي حاجه وداك الشيء حنا ما مولفنش به وما كنديروش. كتشوفوا انتم قدام عينيكم انت شي في الدوار عندكم؟ كنشوفوها كدير داك الشيء تيقول لها هو اللي كيسيرها اي حاجه قالها كديرها الا ما دارتهاش كيشرط لها الحمه ولا كيحرقها. الرعب والخوف والضرب حتى الا بغينا نشوفوها جينا للحوانت نتقداو نشوفوها دغيا كنشوفوها وكتهرب كتخاف. اش بان لك هاد السيده 5 سنين كلها اثر على ديك الاغراض؟ اثر عليها اثر عليها بزاف كاع كيعطيها داك الفانيل ديال الحمق كيعطيها الفانيل اللي كيدوخها باش الدريه ما كتعقلش اش كدير. كيصور لها الفيديوهات ويلوحها في الفيسبوك. وحتى انا حتى انا كيشهرني. دابا انت ملي شافت دخلتي على الخط وبغيتي انا ضدو حاولتي تجيو معاك حتى انا كيدير لي بحال هكا حتى انا كيشهرني وكيهددني وكيهددني وليت كنخاف. انا دابا بغيت الدريه تنقد فاطمه الزهراء تنقد. حاولي هدك تش بعدي من هذا الملف ويكمل هو في ويكمل في الاجراءات ديالو. بالنسبه للام ديالها مسكينه باقا حتى الان ما عارفه والو. لا عيات ما تشكي حتى هي عيات ما عرفت ما دير كتمشي تشكي مره كتبقى تبكي كتقول لك انا عندي بنيه وحده اللي كنكسها في حياتي خطفوها ليا. وخوها تا هو صيفطوه للحبس باطل هكا ما دير والو. بالنسبه دابا نتوما انت كاخت ديال خالتها خالتها شي نداء ديالك الجمعيات حاولوا دخلوا على الخط. انا بغيت مع العلم ان الابنه باقا قاصر. انا بغيت الجمعيات ومحمد الثالث والسي الحموش يدخلوا في هذا الشيء في هذا المنبر يدخلوا فيه باش ينقذوا الدريه. خصها تعالج خصها تعالج الدريه بعدا نفسيا مرضت نفسانيا حتى حنا مرضنا نفسيا. سنين ديال العذاب ما نقولش لك النعاس في الزنقه التهديد التكرفيس كل شيء الدعاره كل شيء كيتخلص عليها بزاف د الحوايج. حاولي جيب لها الناس يمارسوا على الدعاره تخلص. وهي ما عاقلاش كيعطيها الفانيل اللي كيقلب كيدوخها ما كتعقلش اش كدير. الفانيل ملي كتسال لها دوز ديالو ترجع عنده باش يعاود يعطيه لها لانه كاثر على العالم. كيعطيها البليه الحشيش وداك محيا والجوانات وداك الشيء كل شيء. رفع شو بشي كاين السيد الوكيل الملك ماشي غير الوكيل راه الوكيل الملك ووكيل العام و بصفتي اختكم الضحيه خديجه جرام.
كيفما شفنا وضعت مجموعه من الشكايات واليوم دخلات على الخط المحاميه، غتحاول توقف معاكم في هذا الميساج وتوجهي الرساله ديالك للمحامين وخصوصا المحامين والسلطه. السلطه ماشي السلطه اللي خصنا السلطه ديال الرباط هي اللي تجي تكلف، اما ديال بن سليمان ما داروا والو، ديال الجمعه ما داروا والو. المغربي وغيكون ان شاء الله الخير وغينصحوا الدريه. دابا ملي كتبغي تقول التحقيق وتقول داكشي اللي واقع ليها كتخاف منه، كيوريها واش تقول، كيحرضها اش تقول، خاصها تقول داكشي اللي قال ليها هو. المعلم ان السيده قاصر باقا لحد قاصر. قاصر خرجت من 12 عام. من 12 عام دابا ولات عندها 17 خمس سنين بحس ليها راسها بحال الولد. بحال الولد كيقول لها ديري الطاقيه والطربوش باش حتى واحد ما يعرفك، وحنا ما بغيناش هذاك الوضع تعيش فيه هي، ما بغيناش. كدوز الحياه اليوميه ديالي كتمشي تشفى كتش كدير كرفصه مكرفصه مكرفصه، كتخرج مسكينه للشارع مكرفصه بالخف وترجع، الا ما رجعش كيصيفط لها العصابه. عنده شي عصابه هو؟ ديالو عصابه اجراميه. بدا نتبعو العصابه اجراميه. كلشي والاختطاف وكلشي. كنت انا ديتها عندها واحد السيمانه، ديتها عندي لمراكش. قال ليها سيري مسحي لها الدليل اللي عندها في التليفون، مسحي لها هي ما عرفتش، خافت. شنو هو الدليل اللي عندك انت؟ داكشي اللي كيصيفط ليا. اللي مصورها؟ اللي مصورها. شنو هو التصور اللي باش نحاولوا نصورها؟ حاشاك في البيت نعاس، غير لقطات كيبين لي انايا بدون حوايج. شي كاين بالحوايج وكاين بالحوايج، وكاين شي حاجه اللي كيقول لها قوليها بالزز وكتقولها و كتقولها في الفيديو باش انا شفتي يبرد خاطرك. كيهددها وداكشي وكتقول لي داكشي، ومن بعد قال لها سدي لها الا عندها شي تليفونات ولا عندها شي حاجه سرقيهم ليها، ما بغاش. هي قالت لي لا خالتي هذيك ما صرفتش. جيب لي شاد السيمانه كيفاش عشتي معاك؟ عشت زوينه وعشت مهليه وكل شيء، ولكن بقى كيهددني كيقول لي انا غادي نقول لهم خطفتها. قلت لي انا بنت اختي هذيك، انا بغيت نقدها ماشي نخطفها. شي خمس سنين واقفه على هذا الملف من اجل واقفه، ومشيت للجمعيات في مراكش وقلتها لهم، قال لك خليها تمشي تشاور مع امها وترجع عندنا نشدوها نقريوها نعلموها صنعها. هو قال لها لا ما تمشيش. بعد ما دوزت معاك السيمانه هذه رجعات لي عادي زوينه، كنخرجها كنساريها كندو معاك كل القوى العامه عادي. كندوش ليها تنكسيها تنصبطها عادي. ودابا ملي كيبغي شي حاجه كيعيط ليا كيقول لي صيفطي لها باش تكسى وما تاكل، كينصب عليا وكيدير لي الفلوس. انت كتصيفطي ليه؟ كنصيفط ليها هي وهو كياخذهم، والتليفونات كنشريهم كياخذهم ليها باش نتواصل معاها. بالنسبة دابا من دوزتي مع هاد السيمانة حسيتي بها نورمال تقدر ترجع؟ علاش دابا انتي اثرتي الان تقدر ترجع باقا بنت زوينة؟ تقدر تعالج، خاص لي نوقف معاها، خاص لي نقدها والبنت غتعالج، ولكن ما تبقاش في هذيك البلاد، لا هي لا خوها. حتى خوها خاصو يحيد من تما، كيقرا محمد رشاق محمد خاصو تا هو يتنقد من تما. شحال عنده هاد الراجل؟ عنده 14 عام. هو صغير؟ باقي صغير. كتشوفي فيه هو يقدر يتعرض لنفس العمل اللي تعرضت ليه خشو؟ وختو هذاك الشيء اللي في ختو اثر فيه، كيبقى يعيط ليه هو كيقول لي شوف الفيديوهات ديال اختك، شوف اختك، شوف اختك، الولد مرض لينا. اذا دابا تبغى يسطي عائله على قدام. سطاها العائله كلها تسطات. قال لك انا عندي انا امها وخواتاتي كلشي تاثر. قال لك انا عندي نتيجه الا دمرت لكم حياتكم وشرتكم. هذا السيد كتعرفوا قديم ولا كيفاش؟ خويا هو غير ساكن في السيكتور. اييه. ما بيننا وبينه حتى شي علاقه. هو كان مشرد بكري. اييه. كانت امو حمقاء، كان مشرد. ملي ماتت امو وباه مشى للحبس. حنا ما عندنا به علاقه، ماشي عندنا به شي علاقه، ما عندناش ما عندنا به حتى شي عداوه، شي عداوه ما عندناش. باغي يدير لكم هذا الشيء، يوصلكم للحافه. شنو الرساله ديالك الاخيره لخديجه؟ انا كنوجه هذا النداء لمحمد الثالث والاسره الملكيه وسيد الحموشي وللسلطه باش يتكلفوا بهذا الخط ويوقفوا ويديروا المجهود ديالهم وينقدوا هاد البنت وهاد العائله كلها تنقد. ان شاء الله حنا غنزولوا الحق والقانون. هاد العائله كلها خصها تنقد، راه دمرت ومرضنا في حياتنا ونفسيتنا.